الموضع الخامس الذي يدل على تناقض محمد مصطفى عبد القادر، قال أو الرابع قال العصبجي قال بعد الشباب حضروا محاضرتي، مشى عمل محاضرة محاضرته الإصابة، قال بعد مشى عمل محاضرة بعد ذاك أشر عليه بعض الناس، بعضهم في المهندسين وبعضهم في شنو مهند منو ومهنا وفلان وفلان، قال بعد العصبجي قال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال لي يا عصبجي يا ابني لا هذه في الكفار، انت جبتها في الجماعة دي. فلما جوا حضروا المحاضرة وشافهم في الهناية رد عليه العصبجي ده قال ده جماعة الإصلاح، ذاك منو مهندس وذاك واحد اسمه ما عارف مؤمن، وكذلك جعلنا في كل قرية الأكابر. يا أخي الحكومة الكبير أنت بتكفرهم ساكت، ده من الإصلاح وجاب لهم الآية، الآية دي يا ابني للكفار. هل مزمل كفرون؟ هل كفرون؟ وقبيل ذكرنا كلام أبي القاسم، ذكر آية المنافقين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، والكفار ذكر في منو؟ في أهل البدع. هل يلزم تكفير ولا التشابه؟ مش التشابه؟ طيب دي واحد. ومزمل ما قال ذي الكفار، نازل ما قال كفار. تعال شوف محمد مصطفى، شوف التناقض بتاعه. محاضرته ذاته دي بتاعت الإصابة بدا بقوله تعالى قال في شباب روجوا لهذه المسألة، شباب اقتتلوا في السلطة وإلى آخره، وأنا سبيت أو روجوا للمسألة دي، قال روجوا لهذه المسألة يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، وفي آية ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الآية الأولى ما فيها ذكر شنو لفظة الكافرين، وهي تتضمن الكافرين وتتضمن غيرهم ممن يشابههم في الإجرام، ودي صرحت بالكفر. قال لا هذه في الكفار والمنافقين ومن سار على نهجهم، ومن سار شنو على نهجهم. حقيقة هؤلاء الناس الذين روجوا هذه الإشاعة والذين كان لهم أثر كبير في ترويج هذه الإشاعة المغرضة الخبيثة التي حاول أصحابها أن يصدوا الناس عن سماع صوتي وهيهات، لأن الآية واضحة، الآية التي ابتدأت بها المحاضرة واضحة، يريدون ذي الكفار والمنافقون ومن سار على نهجهم وإن ادعى أنه من أهل السنة. طيب أنت اللي بيخليك اللي بيسوي غليك تورد النصوص في هذا الموضع والذي يجعل غيرك لا يورد النصوص التي تشبه هذا الموضع ويورد النصوص التي تشبه ما أورد فيه النص، اللي بيسوي غليك ويمنع ذاك شنو؟ الهوى والتناقض، والله الذي لا إله غيره.